السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة التي سوف نخصصها لخبرين مهمين. الخبر الأول يتعلق بخطة بايدن لمحاربة التضخم، سوف أحدثكم بخصوص هذا الأمر، وسوف أتحدث على خبر يتعلق بمشروع يطالب به أحد الجمهوريين هنا في أمريكا بفرض ضرائب على الأمريكيين، خصوصا أولئك الذين دخلهم أقل من 45 ألف دولار و 50 ألف دولار، فتابعونا إلى نهاية هذا الفيديو. بالنسبة للخبر الأول المتعلق بخطة جو بايدن لمحاربة التضخم، قبل الحديث على خطة جو بايدن لمحاربة التضخم نريد الحديث على تقرير التضخم الذي صدر عن وزارة العمل الأمريكية، أو ما يطلق عليه بالCPI Inflation أو معدل أسعار المستهلك. هذا التقرير الذي تم الإعلان عليه مؤخرا أوضح بأن نسبة التضخم أو معدل التضخم انخفض من 8.7% إلى 8.3%. بالطبع كل من سوف يشاهد هذا الرقم سوف يعني ربما يعتقد أنه خبر مفرح، لكن سوف أوضح لكم لماذا انخفض معدل التضخم في هذا التقرير الأخير مقارنة مع الشهر الماضي. فقط لأن أسعار البترول أو أسعار المحروقات في شهر أبريل عرفت انخفاضا فقط، هذا هو السبب الذي يعني دفع بهذا التقرير إلى الانخفاض مثلا من 8.7% إلى 8.3%. تذكروا أن 8% هو يعني معدل مرتفع جدا. فكما تلاحظون الآن في بداية شهر ماي، نحن الآن في تقريبا في أواسط شهر ماي، هناك ارتفاع مرة أخرى لأسعار المحروقات، بمعنى أن التقرير الذي سوف يصدر في شهر يونيو ويتحدث على أرقام أو معدلات المستهلك في شهر ماي سوف يكون مرتفعا مرة أخرى، ربما سوف نلاحظ 8.7%، ربما نلاحظ 9% أو وهكذا. بمعنى أن التقرير الذي صدر مؤخرا وعرف يعني انخفاض في معدل التضخم، السبب فقط هو انخفاض أسعار المحروقات في شهر أبريل من يعني الماضي، لكن آثار التضخم ما زالت مرتفعة. وسوف أوضح لكم مثلا القطاعات التي ما زالت تعرف ارتفاعا في حالة معدلات التضخم. فمثلا التأمين الصحي ارتفع ب10%، يعني الناس الذين يريدون شراء تأمين صحي فهناك ارتفاع مع كامل الأسف يصل إلى 10%. الكهرباء ارتفعت ب11%. السمك، يعني الآن سوف نتحدث عن المواد الغذائية، السمك أو أسعار السمك ارتفعت ب13%. الحليب ارتفع ب15%. الدجاج ارتفع ب15%. السيارات المستعملة ارتفعت ب23%. أسعار التذاكر ارتفعت ب33%. وأسعار الوقود بصفة عامة ارتفعت ب44%. قبل يعني الحديث أكثر على هذا الأمر، أريد أن أوضح للناس الذين ينوون يعني الذهاب أو السفر خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مثلا مغربي يريد زيارة المغرب أو مصري يريد زيارة مصر أو غيرها من الأمور، فتذكروا أنه بداية من هذا الشهر، وهذه عن تجربة شخصية، سوف يكون هناك ارتفاع صاروخي في أسعار التذاكر. فالناس التي تخطط للسفر في الصيف، هذا صيف سنة 2022، فليعلموا أن التذاكر سوف تكون جد مرتفعة، لذلك حاولوا إذا أمكن مثلا تغيير تاريخ سفركم إلى وقت آخر، أما الآن فأسعار التذاكر جد مرتفعة. قلت هذا عن تجربة شخصية، يعني هناك العديد من الأصدقاء الذين يريدون فقط يعني السفر داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك زيادة 100 دولار، هناك زيادة 150 دولار، يعني مثلا السفر إلى، أعطيكم مثال، هناك صديق لي يريد السفر إلى ألاسكا، ففي مارس كانت مثلا التذكرة ب 300 دولار، الآن ارتفعت إلى 450 دولار أو 500 دولار، مثلا أعطيكم مثال. فهذا فقط لأوضح لكم أن أسعار التذاكر سوف ترتفع، لأنه حاليا هناك تذاكر من مثلا من فلوريدا إلى يعني المغرب وصلت إلى 2000 دولار في شهر يوليوز، أقول 2000 دولار للشخص
في شهر يوليوز، فما بالكم يعني بشهر غشت، وما بالكم بالعديد من الجهات الأخرى. لذلك هذه نصيحة أنه يجب البحث في هذا الأمر. فلنعود إلى خطة الرئيس الأمريكي. فيوم الثلاثاء أعلن الرئيس الأمريكي على خطته لمواجهة أو محاربة التضخم، وهذه الخطة هي مأخوذة من موقع الرسمي للبيت الأبيض. الهدف من هذه الخطة هي محاربة التضخم وخفض الأسعار على المواطن الأمريكي. هذا ما يهدف إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن. سوف أعطيكم بعض يعني رؤوس الأقلام ولكم الحكم في الأخير، هل هذه الخطة سوف بالفعل تقوم بخفض أسعار يعني الاستهلاك على الأمريكيين ومحاربة التضخم أم لا؟ من بين الأمور التي يطالب بها الرئيس الأمريكي هو خفض العجز الفيدرالي وخفض الأسعار على الأمريكيين، ومطالبة الشركات الأمريكية الكبرى وغنية الولايات المتحدة الأمريكية بدفع مستحقاتهم الضريبية، لأن كما تعلمون هناك العديد من أغنياء أمريكا الذين لا يدفعون ضرائب. لماذا؟ لأن هنا يستغلون بعض الفراغات في قانون الضريبي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه من الأسباب التي أدت إلى الزيادة في العجز الفيدرالي. فجو بايدن يريد خفض العجز الفيدرالي وبالتالي خفض الأسعار على المواطن الأمريكي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، جو بايدن يريد خفض أسعار الوقود. حينما أقول خفض أسعار الوقود، فجو بايدن يريد مثلا الزيادة في استعمال الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط، وذلك باستخراج تقريبا مليون برميل بشكل يومي إلى غاية أكتوبر من سنة 2022. وبالرغم من ذلك تلاحظون أنه قبل أشهر تحدث الرئيس الأمريكي في هذا الأمر، ولحد الآن ما زالت الأسعار مرتفعة بالرغم من استعمال المخزون الاستراتيجي الفيدرالي. كذلك من الأمور التي يريد جو بايدن القيام بها في هذا الصدد هو منح اقتطاعات ضريبية لأولئك الذين سوف يقومون بشراء سيارات كهربائية. يجب أن يعلم الناس، وهذه أرقام حقيقية سوف تظهر لكم على الشاشة ويمكنكم البحث فيها، أنه معدل شراء سيارة كهربائية تقريبا يصل إلى 60,000 دولار. فجو بايدن يريد من أي شخص يريد اقتناء سيارة كهربائية أنه سوف يحصل على اقتطاعات ضريبية تشجعه على شراء هذه السيارة. هذا الأمر الذي يرفضه العديد من الناس هنا في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبرون أن هذا الأمر غير منطقي. فمن يجب أن يحصل على اقتطاع ضريبي أو إعانة ضريبية هم الطبقة الوسطى والطبقة الكادحة هنا في المجتمع الأمريكي، وليس من سوف يشتري سيارة تصل قيمتها معدل القيمة هو 60,000 دولار. مرة أخرى لكم الحكم على هذا الأمر. النقطة الثالثة التي يطالب بها جو بايدن هو أنه يطالب الكونغرس بمساعدة المزارعين المحليين برفع الإنتاج المحلي، لأن كما تعلمون هناك العديد من الأمور التي تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أسعارها بدأت ترتفع على الصعيد الوطني. فجو بايدن يريد مساعدة ربما يتم توجيهها للمزارعين الأمريكيين من أجل الرفع من إنتاج المحلي. النقطة الأخرى أن بايدن يريد أن يجمع الحكومة الفيدرالية وحكومة الولايات والتجار من أجل التوصل إلى حل للحد من المشكل في سلاسل التوريد خصوصا في الموانئ، لأن هناك العديد من يعني شاحنات التي لا يمكنها الدخول إلى الموانئ، هناك العديد من ناقلات النفط، ناقلات المواد الغذائية التي ما زالت متوقفة في أعالي البحار ولم يسمح لها بالدخول إلى موانئ الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أكبر الموانئ وهي موانئ كاليفورنيا لأنها هي قريبة يعني بشكل جغرافي إلى يعني الصين إلى اليابان وغيرها من المناطق. فهذا مشكل تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مشكل سلاسل التوريد. كذلك من الأمور التي يطالب بها جو بايدن هو الاستمرار في دعم رعاية الأطفال وجعلها بأسعار معقولة، وهي الأمور المتعلقة برعاية الأطفال والديكير وغيرها من الأمور. فجو بايدن يريد دعم هذا الأمر. جو بايدن يريد من الحكومة أن تستثمر في بناء مليون
منزل بناء مليون منزل كل سنة، وذلك بمنح اقتطاعات ضريبية للشركات الكبرى التي تستثمر في هذا الأمر، وذلك لتخفيض تخفيض العبء الذي يواجهه العديد من الناس الذين هم إما يؤجرون شقق أو منازل، أو أولئك الذين يرغبون في شراء منزل. وهذا الأمر تحدثت عليه في فيديو سابق، أنه حاليا من الصعب يعني البقاء كمستأجر، لأنه أصحاب العقارات تقوم برفع الإيجار، وهذه من الأمور التي سوف أتحدث فيها لاحقا، أنه هناك أخبار تقول عن أن أسعار الإيجار سوف إخواني أخواتي ترتفع بنسبة 10% في قادم الأيام، وأنه كما تلاحظون أنه من الصعب الآن على العديد من الناس الحصول على يعني منزل أو شراء منزل، لأنه المعروض أقل من الطلب. فهذه هي خطة جو بايدن التي يطالب من خلالها بيعني محاربة التضخم. يقال أن هذه الخطة ربما لن يتم يعني التصويت عليها، لأنه كما تعلمون هناك جمهوريون يرفضون الزيادة في الضرائب على الأمريكيين أو على أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية، بل أكثر من ذلك هو أنه هناك ديمقراطيون داخل الحزب الديمقراطي يرفضون الزيادة في مثلا في هذه الأمور. هناك ديمقراطيون يريدون أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باستخراج البترول عوض الاعتماد على دول أخرى مثلا كندا على دول بعض الدول الخارجية. فسوف نتابع هل هذه الخطة سوف يتم تطبيقها يعني في قادم الأيام أم لا. بالنسبة للأمر المتعلق يعني الضرائب، الأمر المتعلق بالضرائب، فهناك العديد من المرات التي تحدث فيها جو بايدن على أنه ينوي الرفع من يعني الضرائب على أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية. فالآن هناك مشروع يعني مقترح من طرف أحد الجمهوريين، وهو في الجهة المقابلة لما يرغب فيه الرئيس الأمريكي. جو بايدن يريد رفع الضرائب على الشركات الكبرى وعلى أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية. في الجهة المقابلة هناك ريك سكوت. ريك سكوت هو حاكم ولاية فلوريدا الأسبق، وهو مستشار عن ولاية فلوريدا الآن في الكونغرس الأمريكي. هذا الشخص تقدم بمشروع، من خلال هذا المشروع سوف يطالب أو يطالب ريك سكوت أنه 80% من عامة المجتمع الأمريكي عليهم أن يدفعوا ضرائب، حتى الناس الذين دخلهم أقل من 45 ألف دولار أو أقل من 50 ألف دولار فعليهم الآن بدفع حصتهم من يعني الضرائب. تذكروا أنه من باب التذكير فقط أن هناك 47% 47% من الأمريكيين لا يحصلون على دخل يمكنهم من دفع الضرائب الفيدرالية الأمريكية. فمثلا إذا كان دخلك بين 30 ألف دولار و 50 ألف دولار فتذكر أنك لا تدفع ضرائب فيدرالية. كل ما يتم اقتطاعه من دخلك فهذه يعني أمور تذهب إلى مثلا التقاعد حينما تصبح يعني تصل إلى سن التقاعد. كذلك الاقتطاعات تعتمد على الحالة الاجتماعية، هل أنت متزوج، هل أنت أعزب، تعتمد على عدد الأطفال، عدد المعانين الذين لديك. بمعنى أن غالبية الأمريكيين كما قلت 47% لا يدفعون ضرائب فيدرالية. هذا الأمر الأول. النقطة الثانية هو أن الأغلبية الساحقة يعني تحصل على عائد ضريبي، بأن الدولة سوف في آخر السنة أو في بداية السنة حينما تقوم بالتصريح الضريبي سوف تعطيك أموال كعائد ضريبي، في بمعنى أنك في الواقع أنت لا تدفع ضرائب فيدرالية. فريك سكوت يريد من الناس الأمريكيين تقريبا 80% أنهم عليهم دفع ضرائب حتى ولو كان دخلهم أقل من 45 ألف يعني دولار. هذا الأمر الذي طلب به ريك سكوت، وريك سكوت جمهوري. هذا الأمر يعارضه زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ أو زعيم الجمهوريين بصفة عامة، وهو ميتش ماكونن، والذي قال بأنه كجمهوري لا يدعم هذه الخطة التي تقدم بها ريك سكوت. وقال أنه هذا ميتش ماكونن قال أنه في حالة فوزنا في الانتخابات النصفية المزمع يعني تنظيمها في نوفمبر من سنة 2022 لن تكون هناك أي مطالبة وأي مشروع بالزيادة في الضرائب على الأمريكيين.
لأنه الجمهوريين لديهم خطة أخرى لمحاربة هذا التضخم، وهي مثلا الرفع من استخراج الطاقة محليا. يعني الجمهوريين يريدون استخراج البترول المتوفر هنا في أمريكا عوض وقف يعني استخراجه، الرفع من الواردات من كندا عن طريق خطوط الكيستون والتي وقف جو بايدن هذا الأمر. لكن في النهاية كما قلت هناك صراع، فالجمهوريين يريدون استخراج البترول، الديمقراطيين لا يريدون استخراج البترول لأسباب مشاكل بيئية، وأن الديمقراطيين يهدفون إلى توسيع الطاقة النظيفة. فعلى كل حال هذا هو الصراع المتعلق بأسعار المحروقات في الولايات المتحدة الأمريكية وأسعار التضخم الذي يريد من خلالها جو بايدن وضع خطته وتمريرها يعني في الكونغرس. وفي نفس الوقت لاحظتم هذا المقترح الذي تقدم به ريكسكاس، والهدف منه هو يعني مطالبة يعني العائلات ذوي الدخل المحدود والطبقات الوسطى بدفع كذلك جزء من دخلها عن شكل ضرائب، لأنه كما تعلمون ودائما أؤكد في العديد من الفيديوهات أن الجمهوريين هم يعارضون، الجمهوريين يعارضون أن يطلب من أصحاب أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية والشركات الكبرى أن تدفع يعني ضرائب. الآن ريك سكوت يريد فقراء أمريكا والطبقة الوسطى في أمريكا أن تدفع يعني ضرائب. فبالطبع هذا الأمر الآن ميتش ماكرون يقول أنه يعارضه، ولكن نعلم مستقبل هذه النقطة في الأيام المقبلة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.